hi everyone success is not final failure is not fatal it is the courage to continue that counts in the name of allah most gracious most merciful this is the first lecture uh, in grammar uh, for the third stage بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا الأولى اللي تتعلق بالقواعد uh, هنا أنا uh, بالنسبة chapter seven اللي هو مكمل للكورس الأول first course هنا إن عدنا عندنا يتعلق الموضوع عن the types of sentences اللي هو هنا إن أنواع الجمل أنواع الجمل هنا إن أنواع الجمل type of uh, sentences هنا إن أنا عندنا ال simple والcompound compound وال complex simple وال success وال uh, هنا أنا ال simple والcompound والكومبلكس البسيطة والمركبة والمعقدة المعقدة هنا يعني أنا بمعنى أنه أكثر من جملة أكثر شغلة أو بأنه سأل راح نوضحها بأنه dependent و اللي هي المستقلة والتابعة أو المكملة للجملة الرئيسية بالنسبة هنا عندنا لل simple sentence ال simple sentence اللي نعرفها كنا هنا أنا كتوضيح إلها بأنه هي simple sentence simple sentence آه uh, هنا أنا simple sentence uh, has subject أول شيء اللي نعرفه بأنه subject فاعل verb فعل and complement uh, thought اللي هي ال الفكرة المكملة هنا إن مثل جو ويتد فور ذا ترين جو إن اذا نريد نقسم الجمله العاديه الجمله السمبل يعني تعطيك مفهوم كامل للحدث بدون اي بدون اي فاصل هنا إن جو الفاعل والويتد اللي هو هنا إن الفعل نجي هنا مثال ثاني يقول the train was late هنا إن الفعل فعل رئيسي اللي هو بحالة ماضي وعندنا فعل ثاني اللي هو نستخدم له الوز مثل ما نعرف is أو are أو was اللي هي auxiliary هنا أنا هم يدل على أنه جملة كاملة ولكن ما نستخدم له فعل نستخدم لها auxiliary هاي هنا أنا نعرف هاي إن شاء الله فهنا أنا the train هو الفاعل والوز أو الوز هو الفعل الفعل الأكسيلاري هنا أنا. الفعل ومسبقا احنا عرفنا بانه شلون نعرفه هذا الفعل اذا ما يجي فعل فعل يتقدمه مثلا ليت هنا الظرف adverb فهنا بمعنى انه ما قعدنا فعل فيعني بمعنى الوز هي الفعل الرئيسي بالجملة اللي هو الفعل المساعد نجي هنا جملة ثانية همات هم ماري and Samantha took the bus ماري اند سماثا هاي كلها هنا فاعل اللي هو ذي ضميرهم ذي هنا كومباوند سبجكت هسه اخذنا سبجكت عادي simple هنا نجي compound سبجكت يعني بمعنى مركب ماري اند سماثا اللي هو ضميرهم ذي هنا عندنا توك اللي هو الفيرب نجي هنا عندنا فعل توك يعني بمعنى عندنا فعل رئيسي مثال ثاني I looked for Mary and Samantha at the bus station I هنا الفعل I هنا الفعل subject وهنا I looked هنا الفعل for Mary Mary and Samantha هنا صارت مفعول به هنا ما لها علاقة أو جار مجرور for Mary and Samantha هنا ما لها علاقة بالفاعل إيه هنا أنا مرة ثانية رح, يربط الجملة البسيطة بموضوعنا اللي هو الاندبندنت خلينا نشوف شلون راح يربطه إيه هنا يقول simple sentence اللي هو عرفنا simple sentence اللي تطي المعنى الكامل بدون أي بدون هنا أنا أي بدون أي فصل بالمعنى يقول هنا أنا كان also be referred to as an independent clause to as an independent clause independent clause يعني بمعنى المقطع أو العبارة المستقلة simple sentence can also be referred to as an independent clause يعني مثل الـ if condition متتكون الـ if وياها جملتين وحدة زمن مثلاً مضارع وزمن مستقبل أو ماضي وود فهنا أنا يقول لك الجملة الكاملة أو العبارة الكاملة لكلوز. إذا جملة بسيطة من ضمن الاندبندنس المستقلة يعني تعطي معنى كامل بدون ما أضيف لها بعد شيء ثاني فهنا عندكم uh, it can also stand by itself add a completed sentences إن أنا يقول بينو هي تستطيع يعني شنو معنى independent هذا تعريفه بينو هي تستطيع أن تكون جملة أو تستطيع أن تطل معنى الكامل فقط هي كمكمل للجملة إن أنا نجي compound compound Uh, sentences compound sentences هنا الجمل مثل ما عرفنا مثل ماري وسماثا يعني جملة مركبة فهنا خنشوف شنو معنى compound sentences يقول compound sentence الجملة المركبة refers, refers to a sentence refers to a sentence made up of تتكون من جملة مركبة من two independent clauses يعني مثل جملة البسيطة مرتين تنحط وطيتكم مثال مثل if condition اثنينات جملة بسيطة ولكن هاي بزمن وهاي بزمن هنا أنا هاي الجملتين independent clause يعني جملة المستقلة جملتين مستقلة بمقطع واحد أو بمفهوم واحد they connected or oh, they connected to they connected to they connected to coordinate conjunction are easily to as e are easy to remember if you think of the word fun boys in an a coordinating <hesitation> <applause> إللي هي الأدوات الربط، إللي هي بدا- بداية كل وحدة موجودة هنا بهاي العبارة، إللي هي بويز fun boys، الأولاد المرحين، فان fun boys، إللي هي منين جاية الإف إللي هي فور، ال- الأي إللي هي- الأي إللي هي الـ and، الإن اللي, إللي هي النور، الـ B إللي هي الـ but. الـ O اللي هي الـ ال Y اللي هي الـ ال S اللي هي الـ so، هذني الـ coordinating conjunction، هنا ننتبهو لهاي العبارة، coordinating conjunction، coordinating conjunction اللي هي هذني الموجودات، هذاني شنستخدمها؟ نستخدمها حتى نربط جملتين independence، جملتين. مستقلات كل من على حدة ت تربط حتى تكون مفهوم ثاني أو واحد مكمل الثاني ولكن كل من أقدر أفصله على جهة فهنا أنا آه هذا الكمباوند ال ال sentences هنا أنا نعطيكم أمثلة حتى نعرف شلون نربطها فهنا أنا جو جو هنا أنا جو waited for the train جو جو waited for the train هاي جملة وحدة مستقلة جملة بسيطة جو ينتظر القطار but شوفوا هنا أنا but هنا أنا تبو هسه سرح نجي لشرحها فارزة وراها يجي ال, ال coordinating conjunction but the train was late ولكن the train was late فهنا أنا أقدر أفصل the train was late وأقدر أفصل جو waited for the train إذا أريد أن أربطهم حتى أوسع المعنى وأوسع الحدث أقدر أستخدم, البط, استخدم ال باستخدام ال 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 apostrophe اللي هي هنا موجودة يم train عندكم أمثلة ثانية Mary and Samantha arrived at the bus station before noon before noon قبل النهار and شوفوا هنا لما راح فصلتها لأنه رح أحط coordinating conjunction رح أحط ال coordinating conjunction and هنا أنا هاي and and قبلها هنا أنا comma or apostrophe comma and هنا أنا نقول uh, they, they left on the Uh, pass before I arrived وهنا أنا ما تعدكم مثال ثالث مستخدم هنا السو مستخدم السو وهنا الكما مثل ما قلنا هاي ال compound sentences هنا نجي ال complex sentences خلينا نشوف شنو معنى ال complex sentences شنو فرقها عن ال compound ال complex sentences يقول complex sentence is made of is made of هي تتكون أو تتألف من ان independent clause من جملة بسيطة واللي عرفناها شنو معنى مستقلة أو بسيطة تعطي معنى كامل من فاعل وفعل سواء الفعل الرئيسي أو فعل مساعد وتكمل الجملة أو فقط فعل لازم فاعل وفعل اللي هو ما يحتاج كاملمت اللي هو فعل لازم فهنا يقول الكومبلكس شروطة شنو هي تتكون من independent clause هاي أول فقرة and one or more dependent clause هاي number two. نمبر 2 هنا نمبر 2 independent close جملة مستقلة وشرطها الثاني حتى تصير كومبلكس مو كومباوند، كومباوند قلنا ثنيناتن مستقلات ولكن يربطن بالcoordinating coordinating هنا الكومبلكس شنو فرقها بين وحدة independent مستقلة بها فاعل وفعل ووحدة غير- وحدة غير مستقلة dependent close. وحدة أو أكثر مو شرط فهنا أنا uh, connected to it التي هي تربط حتى تصير complex يقول هنا أنا ملاحظة يقول هنا أنا uh, a dependent clause is similar to an independent clause or com uh, completed sentences but it lacks ولكن هي تفقد ميزة شنو one of the elements that would make It's a complete sentence تفقد خاصية معينة حتى تبينها بأنه هي مستقلة يعني يجوز تفقد الفعل أو يجوز تفقد الفاعل أو مثلا هي متعدية فعلها متعدي ما بها تكملة الجملة ما بها object فهنا أدفت خاصية معينة بحيث فقدتها بحيث لازم تربط باللي قبلها أو اللي بعدها حتى تطل المعنى الكامل خل نجي نشوف شون الصير فيقول هنا أنا because, ماري Mary and Samantha arrived at the station before يقول هنا بسبب آه, آه, أنه ماري آند سماثا وصلت آه, الباص ستيشن محطه الباص قبل الظهر هنا أنا, آه, يعني هنا ما مم, مفهومه تقريبا هنا أنا ليش بيكوز نستخدمها ماري اند سماثا arrived. ماري وسماثا وصلت لمحطه القطار قبل الظهر هنا بيكوز هنا أنا يعني ما كفت شغله آه, اربطها ويا هاي الجمله فهنا يقول while he waited في حين أو بينما أو إثناء he waited هو ينتظر there uh, at the train station هو ينتظر في محطة uh, في محطة القطار هنا يقول after they left on the bus بعد أنهم uh, تركوا الباص أو uh, غادروا الباص فهنا هاي الكومبلكس سنتنسز متكونة هنا آه ما مطية المعنى الكامل ما مطية المعنى الكامل فهنا شو يقول يقول dependent clauses هنا أنا أعرفها لهذا الجمل يقول dependent clauses العبارات آه الغير مستقلة such as those above اللي هي مثل هاي اللي شرحناهن كلهن يقول هنا كانت ستاند الون يعني يقول هنا أنا ما اقدر افصلها لأنه هو تحسها ناقصة ما مرتبطة يعني صحيح ما- ما مطية المعنى الكامل، هنا صحيح هي مستقلة ولكن ناقصها المكمل الها، فيقول هنا أنا above كانت ستاند الون as a sentence but they can كان they كان. بي uh, added to uh, an uh, independent clause to form a complex يقول هي هاي الجملة ما أقدر أستخدمها وحدي can't stand alone as a sentence هاي الغير مستقلة لأنه مطت معنى كامل فهنا ما أقدر أحطها أو ما تقدر تمثل uh, جملة وحدي but they can be added شو but they can be added to an independent ولكن أقدر أستخدمها أو أضيفها إلى جملة مستقلة لي تبين فوم يعني حتى تشكل الجملة اللي هي تعرف بجملة المعقدة أو جملة المعقدة فهنا كتكملة يقول dependent closes begin with subordinating conjunction فيقول هنا اللي افتهمنا شنو هو اللي الخلاصة مالته هنا نوت الخلاصة مالته شنو هو الخلاصة مالته بأنه الخلاصة مالته بأنه هنا dependent closes begin with subordinating injection تبدأ بالربط التابع اللي هو مثل ما هنا شرحناه مثل هذا هذا يسموه subordinating injection اللي هي ال because والwhile والafter subordinating injection يعني اللي هي تربط أو اللي هي تدمج أو اللي هي تأتي قبل الجملة التابعة subordinating conjunction هذن ال supporting conjunction اللي هي شرحناها ال because وال while اكو بعد غيرهن اللي هي ال after with although وال as وال because ال before ال even ال thought in though ال if since ال though إن أنا even though sorry even though والإف والسنس والذو الألس الأنتل

هذا شلون نستخدمهن نستخدمهن قبل الجملة التابعة أو قبل الجملة ال اللي هي ما تعطي معنى وحدي هنا أنا مطيكم بعد شرح توضيحي يقول هنا أنا complex sentences complex sentence joins as independent clause يعني الساك من خلال الشرح الشرحنا بأنه complex sentences هي تربط عبارة مستقلة مع واحدة أو أكثر من عبارات الغير مستقلة عبارة واحدة مستقلة مع أكثر من عبارة غير مستقلة فهنا نقول the dependent clauses كان go first in the sentence نقدر نخليها الغير مستقلة نقدر نخليها بالبداية الجملة مثل ما احنا سوينا هنا أنا. هاي اللي سوينا خلينا subordinating اللي هي the because والafter والwhile والجملة الdependent هاي الجملة dependent أه فهنا أنا يقول أه هنا أنا يقول followed أه by the independent clause as in the following فهنا مطّيكم شرح يقول when the dependent clause comes first يقول إذا الجملة الغير مستقلة تأتي بالبداية مثل هاي يعني شلون نعرفها غير مستقلة لأنه تبع قبلها وحدة من هاي conjunction واللي هي إحنا ساعدنا subordinating فهنا نقول الكاما اللي ذكرت لكم ياه ويا الأنت الكاما إذا حطينا الاندبندنت انتبهوا. هنا انتبهوا اذا حطينا ال dependent sorry بالبداية مثل المثال اللي شرحناه او الامثلة اللي شرحناها الثلاثة بالبداية فيقول ال comma should be used to separate the two clauses يقول لانه هنا ما راح يصير فاصل بين جملتين اذا نحط ال subordinated conjunction بالبداية ووراها ال dependent ما راح يكون فاصل فش راح نسوي راح نحط كما بين الوسط حتى تفصل عبارتين فهنا أنا uh, اللي شرحناه قبل uh, فهنا راح نكمله بالدب بالإندبندنت شرحنا أخذها نأخذها يقول نمبر وان because Mary because Mary and Smatha because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon لأنه أو لسبب أنه ماري and Smatha arrived at the &rlm;بس station before noon قبل النهار I didn't see them at the station I didn't see them at the station I didn't see them at the station شفتوا هنا الكامة شفتوا الكامة هنا هاي الكامة هاي الكامة حاط فصلها بين الجملتين حتى نعرف بانه هاي احنا عندنا بيكوز عرفناها بسرعه مع طول هاي بيكوز يعني هاي شنو هاي الجمله هاي ديبندنت واللي يجي وراها اللي هو بعد الكما هاي اندبندنت يعني مستقله اقدر استخدمها وحدي واقدر افتهمها وحدي وكذلك الحال بالنسبه لبقيه الجمل الثلاثه نجي للنوتة او التب الثاني يقول وين the اندبندنت close comes first يقول بالعكس إذا قلبناها حطينا المستقلة بالبداية اللي هي بدون subordinating conjunction uh, يقول هنا شو نسوي a comma shouldn't be used الكاما لازم أبد ما نستخدمها يعني شنو معناها يعني معناها عكس ال compound sentence هنا ما نستخدم ال but and يعني بالنص كنا نحط اه فا نحط كما هنا بال ويا الكومبلكس لأ إذا صارت ال بالنص وهنا عندنا بالنسبة لل subordinating<hesitation> هنا subordinating conjunction يقول هنا ما نحط كما ما نحط كما إذا صارت ال conjunction subordinating بالنص ما نحط كما قبلها فهنا يقول كما شدنت. بيوز to separate uh, to separate the two clauses. to separate the two clauses. هنا انا امثلة اللي هي نفس الامثلة راح ناخذ الثانية أنا وشرحنا الاولى فيقول هنا يقول train القطار تأخر او كان متأخر while he waited at the train station يعني بالفترة اللي كان ينتظر بيها محطة القطار فهنا انتبهتوا ماكو هنا يم الوايل اي اه كما ماكو اي كما هنا بالنص اللي تفصل بين ليت ووايل بين ليت والوايل نجي هنا عرفنا السنتنس اللي هي simple عرفنا compound عرفنا ال complex، نجي هنا لي موضوع او للعناوين العناوين ال close، خلي نعرف شنو ال close هي انواعه، ال types of close، types of closes، هنا نقول there are two major- there are two major types of closes هنالك. نوعين رئيسيين من العبارات اللي هي المان الرئيسية وعرفنا شنو الرئيسية يعني independent يعني مستقلة close independent and subordinate عرفنا شنو subordinate اللي هي تجي ويا dependent هنا موجودة اللي هي تجي ويا dependent ويا dependent هنا ويل ويا dependent ويا dependent هنا نجي uh, subordinate فعرفنا هنا main يعني independent هاي مهمة انتبهوا له والsubordinate يعني هنا dependent يعني التابعة أو الخاضعة يعني لازم يجي ويا فتشي حتى يبين معناها فهنا أنا يقول لكم كلوز clothes كلوز clothes and uh -huh. subordinating clothes now we have the main clothes and subordinating clothes which uh, is independent, uh, independent clothes and here is the dependent clothes here I will give you an example he is buying a shirt which looks very nice he is buying a shirt which looks very nice. He is buying a shirt. You go. لكن إن هنا شنو؟ هنا إن uh, the first, the first express, the first. هنا إن an the first express complete thought. الأولى. He is buying a shirt. بين بين هو اشترى أو أو داي يشتري shirt. هاي هنا إن شنو؟ هاي هنا أنا, آه, alone آه, هنا أنا, آه, complete thought يعني فكره كامله انت آه, كان alone ستاند از ا سنتنس يعني شنو يعني اندبندنت هذا المقطع اذا اجيب لكم هيك جمله اقول لكم طلعوا لي الاندبندنت وطلعوا لي اندبندنت وشنو تسميتها فالاندبندنت هي مين كلوز والديبندنت اللي هي سبورتينيكي كلوز او بالعكس اقول لكم طلعوا لي لوس كلوز والسبوردينيتنج كلوز فهنا بسرعه تقسمو اياها فهنا نقول هي از باينج هنا شنو هنا 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 which looks very nice which هنا very nice هنا هنا Uh, which looks very nice هنا شنو شي يسموها هنا يسموها ال supporting or dependent close. هاي الهاي وهاي وهاي الهاي هاي هنا قسمها يعني هنا supporting close اللي هي which من ضمن الجملة الثانية اللي هي الغير مستقلة اللي هي looks very nice looks very nice يبدو جدا جميل هو من هو يعني لازم أكو جملة أو عبارة حتى تبين لي من هو الجميل أو اللطيف هل هو إنسان هو لا شيء things some things abstracts شغلة مادية شن هي شغلة حسية شن هي فهنا هاي dependent هنا أنا مو independent dependent يعني آه تابعة subordinate uh, فهنانا عدنا الماني كلوز مطيقكم أمثلة على الماني كلوز مطيقكم مؤشر عليها تحت خط ماني كلوز هاي كلش بسيطة صارت هنانا قمتوا تعرفوها شن هي الماني كلوز اللي هي تقدر معنا بدون بدون ما تحتاج جملة ثانية وفرق ثاني شنو هو بأنه هي ما تأتي قبلها ما يأتي قبلها وحدة من ال conjunction اللي هي مثلا هو which دائما اللي يجي بعدها هو dependent 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 فهنا هاي هذني كلهن ديبندنت وهاي ان ديبندنت هاي كلها ان ديبندنت فهنا هاي المين clauses هاي العبارة هذا اللي تحت خط كلها هاي المين كلوزز نيجي subordinating كلوزز هنا هم ما لكم اياها هنا قلنا نفسها هم dependent وهاي independent فهنا هو هاد helped me الذي هو ساعدني شنو يعني شنو هو الموضوع الذي هو ساعدني فهاي جملة غير مستقلة تحتاج جملة مستقلة اللي هي I met the boy يعني الحكي شنو معناه الحكي تابع هنا الحكي تابع للولد نجي هنا هاي تكملة. فهنا عرفنا شنو السبورتينيتينج وشنو هنا المين كلوز هذين الشغلات المهمة الرئيسية أول مرة بعدين يبدي بتفصيل الجملة أو العبارة نجي هنا عدنا لي classification of supportinating support clauses هسه راح ندخل بالعميق راح ندخل بموضوع السبورتينيت اللي هو المتبوع أو التابع لجملة رئيسية لأن الجملة الرئيسية هي مبينة يعرفناها ب simple و compound و complex نريد أن, ان نفصل التابعة subordinate subordinate clause يقول لك هنا subordinate clause بثلاث أنواع انتبهوا لها noun clause والadjective clause والadverb clauses هسه عرفناها شنو معناها عباره الاسميه العباره الصف عبارة وصفيه والعباره الظرفيه نجي وحده وحده نشوف العباره الاسميه بين يعني تتكون تحتوي على اسم واحنا عرفنا مسبقا بانه السبوردينيت بانه لازم قبلها يجي شنو لازم يجي قبلها وحده من الروابط السبوردينيت وشرحناها كلها uh, whatever uh, whereas while though even though هذني كلهن الشغلات uh, because كلهن أخذناهن فهسا نجي لل nouns closes يقول هنا العبارة الاسمية that faction يعني اللي وظيفتها كاسم يعني بمعنى جملة تطي توضح الاسم توضح عمل الاسم in the sentence is called noun clause عبارة إسمية فهنا يقول a noun for uh, a noun clause perform يعني هنا بمعنى تشكل أو تعمل the same function like a noun in a sentence يعني هنا تعمل كوظيفة الجملة الإسم بالجملة يعني كفاعل أو مفعول به فهنا مثل مثل يقول what he did made a problem for his family what he. هنا على الهي كفاعل على الهي فهنا الوت جاية سبورتينيت يعني هنا ما جاية فعل ما جاية هنا جملة اسمية لا وإنما جاية subordinating close الوات جاية هنا subordinating close كلوز والهي هنا جاية تفصل يعني أنا أقول لك طلع لي شوف لي يا أو اه كلوز وشون عرفتها تقول لي هنا الهي بدت بهي بدت بهي وات هاي subordinated clause هيج تتقسم الهي هنا ال noun clauses of the dependent clause الجملة المستقلة العفو الجملة الغير مستقلة أو التابعة فينا نقول in the above- in above sentence the clause what he did function as a noun هنا يقول تعمل كإسم what he did. hence it's a noun close هاي جملة أو عبارة العفو عبارة لأنه هنا مو كاملة عبارة اسمية it can be replaced هي تستطيع أن تعوض by a noun or a pronoun يعني أقدر بدل هي أحمد أقول أو علي أو أي اسم أو أقدر أستخدم لها pronoun ضمير مثل ما متعودين بالجمل العادية A noun clause works as يقول هنا أن الجملة العبارة الاسمية تعمل كاسم that acts as يقول هنا هاي قلناها بأنه العبارة الاسمية هي يا أما تجي كفاعل يا أما مفعول به يا أما جملة خبرية جملة خبرية in the sentence بالجملة فهنا مطيكم يقول هنا انا ناون كلوز الناون كلوز الجمله الاسميه الجمله الاسميه هنا انتبهوا راح ينقسم subordinating كل عباره العب... العفو عباره الاسميه اللي هي دائما يعني شلون تعرفها اكثر شيء عباره اسميه اللي تسبقها conjunction بس منو مخصصيه خاص للاسم اللي هو ذات will what whatever who whom whoever whomever هذا إذا اجى بالجملة وجدت بعدها ضمير أو اسم هنا أنا هاي جملة عبارة اسمية مثلا هنا مطيكم هنا أنا مطيكم أنواع الجمل الاسمية whatever you learn متى ما ما أنت تقرأ whatever you إجا وراها اسم لأن will help you in the future فهنا هاي ناون uh, close هاي تقسيماته كشنو كفاعل جملة اسمية كفاعل يقول whatever you said you mean laugh made me laugh ماذا تقوله همات what موجودة هنا بهذا الشغلات هاي وياها ال فهنا يقول اليو جت وراها ضمير أو اسم يعني هاي جملة اسمية فهنا النون الناون كلوز أز سبجكت كفاعل جملة اسمية كفاعل إجا كفاعل نجي هنا خنشوف نشوف الموضوع الثاني لأنه إحنا قلنا هنا قلنا يا أما يجي سبجكت يا أما أوبجكت يا أما بريديكت هسه راح نطبقن كلها فهنا يقول he knows إيه راح راح نقراهن كلهن لأنه كلهن مهمات he knows هو يعرف شوفوا انتبهوا he knows هو يعرف ذات بأنه he will he knows ذات he will شوفوا هو يعرف بأنه هو سيجتاز الاختبار فهنا الذات هاي عرفناها بأنه آه لنا كلوز وهذا الضمير اللي هو الهي فهنا موقع شنو subject لا هنا موقع object لانه هنا عندنا subject فهنا تقسيمه object فنتبول هذا الترتيب نجي لجملة ثانية الجملة الثانية now I realize الآن انا ادركت to I realize فاعل وفعل فعل وات هي هنا دائما هاي هنا مو كجملة استفهامية كربط. Uh, now I realize هنا إن أنا هاي ظرفية هاي ما, ما تحتاج هاي تعرفوها بأنه نستخدمها يا إما بالبداية يا إما آه, بالنهاية الموقع الصحيح فهنا أنا فقط للتأكيد now I realize what هي الوات هنا support genetic conjunction اللي هي هنا إن النون close إن هنا موقعها أو تصنيفها شنو object لأنه عندنا اي وعندنا uh, عندنا اي فاعل فهاي مفعول به هنا الأولى لأنه ما عندنا فاعل فهاي هنا تعتبر كفاعل uh, هنا عندنا هنا الجملة الثانية Do you know هل تعرف if or whether Do you know if or whatever the banks are open هنا اجتي interrogative close interrogative close جملة استفهامية هاي هنا انا هو مطيكم اياها جملة استفهامية هنا انا مطيكم quality اه, quality النوعية is اه, الكواليتي هنا هنا انتبهوا ال interrogative clause ليش interrogative clause لأنه هنا كانت بدايتها أداة سؤال do you know do you know وهنا التكملة noun phrase noun clause العفو ترتيبها شنو interrogative استفهامية فهنا نشوف السبب بين هاي now بين الجيو هنا أنا what المفروض هما interrogative ولكن لأنه هي جملتها بدت بمثبت I realize فهنا شفنا موقعها بأنه هي مفعول به object quality quality النوعية is what matters most quality هي ما هي هي الشغلة اللي ال... يعني اللي هي الموضوع الأهم بمعنى فهنا أنا relative close عبارة ربط relative close هنا أنا نجي my wish أمنيتي my wish is to be a pilot is to be is to be my wish is to be أن يكون طيار أو أن أكون طيار فهنا أنا a pilot هاي نون close، هنانا أنا عندنا عنوانها بينو two infinitive close جملة المصدرية آم, كموقع. telling lies إخبار أو تحدث بالكذب أو أو عمل الكذب is wrong، فهنا telling لا, lies is wrong، هنا telling هنا جاية نون كلوز اي ان جي كلوز عبارة بها اي ان جي لايز هنا ال الادجكتيف كلوز uh, uh, أخذنا العبارة الاسمي, الاسمية سنجي للعبارة الوصفية عبارة الوصفية يقول هنا أنا uh, dependent clause إنها كلها dependent أو subordinating مثل ما شرحنا يعني هذا الموضوع كله هسه دا نحكي عنه ويا الجمل الغير مستقلة فهنا نقول dependent close that function as an adjective كصفة هناك كانت كاسم ويأتي معها الفاعل فاعل أو الأوبجكت مفعول به أو predicated أو الجملة الخبرية هنا أنا تجي كصفة خنشوف شلون تجي يقول هنا أنا is called an adjective clause تدعى بالصفة uh, an adjective clause work like adjective in a sentence تعمل كصفة يعني تتوصف شيء معين uh, هنا عندنا the function of An adjective is to الصفة هنا وظيفتها حتى تعرف النون or pronoun حتى تعرف الاسم حتى تعرف الاسم أو الضمير فهنا شلون راح يصير يعني بمعنى مثل هذا المثال راح يصير الاسم أو الضمير قبل subordinating وراها يجي الصفه اللي هي نايس nice. الصفه هاي يقول هي هاي راح موديفاي للاسم الصفه اللي هي نايس nice هي اللي راح تكون موديفاي كمعرف آه كمعرف للاسم او الضمير الاسم او الضمير اللي هو يجي uh, اللي هو يجي قبل ال supporting clause هاي الصفة شلون تعرفوها هنانا uh, the clause which looks nice in above sentence is an adjective clause because it modifies nouns shared هنا كل نفسه uh, in the sentence an adjective clause always follows the noun it modifies تتبع الاسم اللي تعرفه يعني هاي قاعدة أساسية فهنا نعطيكم أمثلة عليها نفس الأسلوب شوفوا دائما اسم يسبقها دائما اسم يسبق ال supporting هاي شنو هاي هنا آه وقبل يعني هنا الجملة أكو بيها الصفة هاي الصفة تعرف الاسم هاي الصفة هنا لايك like is helpful, مساعد هنا نتعرف الاسم هاي هنا نعدكم او uh, he was shouting shouting needed help هنا نتعرف الاسم هنا يجو يقول an adjective clause يقول هنا العبارة الوصفية begins with a relative a pronoun هنا راح نعرف ال 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 conjunction شنو هو هنا يقول نستخدم الذات الهو ويا الصفة لأنه راح يعرف ال, ال, الاسم فهنا أنا شي طبيعي شنستخدم نستخدم ذات هو هوم هوز which أور هوز هاي للصفة عبارة وصفية and is also a relative clause هي أيضا تعتبر عبارة uh, ربط ليش ربط لانه هذا ديحدد هذا هنا نجي آه adverb close نجي هنا للعبارة العبارة الظرفية عبارة ظرفية يقول هنا dependent close that factions يقول هنا عبارة الغير مستقلة اللي هنا تعمل as an adverb ك ظرف in a sentence called an adverb close هنا أنا مثل عندكم يقول هنا تكملة الشرح an adverb close like an adverb modifies a verb شوفوا هناك بالصفة كنا نقول الصفة تعرف الإسم هنا بالظرف شو يقول يقول هنا بأنه الظرف يعرف الفعل فشوفوا هنا أنا اسم. صفة adjective هنا أنا فعل ظرف adverb واضح نعم اسم هنا أنا adjective ال adjective يعرف الـ الاسم الفعل adverb الف الظرف يعرف الفعل يبين شنو هو فهنا نرجع للموضوع مالتنا يقول هنا أن adverb clause like an adverb modifies يوضح الفعل adjective clause or other adverb clause in a sentence فعل أو adjective or other adverb بس هو أكثر شي فعل فعل أو adjective أكثر شي الفعل الظرف يعرف الظرف يعرف يا إما فعل يا إما. ال هنا أنا. يعني مو اسم يا إما فعل يا إما adjective أو يقول لك مرات ي... هنا أنا مرات يصير adverb يعني adverb ب بس أكثر الأحيان إحنا أكثر شيء نستخدم الفعل وال adjective كلش قليل adverb بعد أقل فهذا موضوع ال يقول هنا أنا the subordinating conjunction used Uh, the subordinating injection uh, use use for adverb clause يقول هنا أنا اللي نستخدمها ويا adverb clause هنا أنا شوية أطول هواي بها شغلات يا أما adverb بالظرف اللي يدل على الزمن اللي هي وين when, whenever يعني في أي وقت كان whenever whatever بأي أي موضوع كان wherever في أي مكان كان هاي ever since until before after while as by the time as soon as إذن كلهن نستخدمهن كظرف uh, باستخدام التايم فهنا نكون تعرفون التقسيم مالته فهنا أنا شمطيكم نطيكم هنا مثال يقول don't go Don't go before he comes. لا تذهب قبل مجيئه أو قبل أن يأتي. Don't go before he comes. هنا عدكم before. شنو شنو تقسيمها أو شنو آ, مكانتها بالظرف هو يدل على زمان time. هنا أنا ال, ال subordinating when he comes. He comes. Uh, هنا انا عندكم uh, don't go before he comes a place هنا انا يقول المكان هنا عندكم where wherever they went wherever they find work هو يذهب الى اي مكان إن كان هو يستطيع ايجاد العمل they find work They went wherever they find work. هنانا الـ conjunction إف ال- ال- الحالات الشرطية اللي هي إف ال unless أونلي إف ،وينذر أور نت ،إفن إف ،إن كيس هذني هنانا الحالات الشرطية هنا يقول unless ما لم يستدي فور ذار تست ما لم أنت تقرأ يعني ما لو- لو ما دراستك لهذا الإختبار يو كانت باست إت. لا تستطيع اجتيازه هنا مطيكم ثاني يقول I'll not go to the school أنا لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة unless it stops raining it stops raining ما لم تتوقف وما لم الطقس يتوقف عن المطر هنا نعطيكم ال concession اللي هي while ال whereas وال even if a while الكنسيشن الوايل يعني هنا بمعنى ال ال بمعنى مثل هنا عندكم بمعنى انه من حق من الحق او بأنه انا اسوي شيء مقابل شيء كنسيشن while whereas or even if هنا يقول even if إذا لم you dislike music إذا أنت لم تحب أو إذا أنت even if you like يعني حتى لو إذا أنت تكره الموسيقى you would enjoy this concert يعني يقول أنت حتى لو أنت ما تحب أنه تسمع آه موسيقى أو لحن فأنت راح تشوف هاي الحفلة راح تتمتع فهنا الثاني الخامسة Uh, cause and effect سبب ونتيجة اللي هي because since now that as long as so so that since as هنا مطّيكم he takes medicine هو استخدم أو بلع الحبوب because he is ill لانه هو هنا مريض. بالنسبة لconstruct contrast هنا بمعنى ال المضاد أو النقيض ال although ال even whereas while though فهنا أنا عدكم آه عدكم مثال although he tried a lot برغم من محاولات أو برغم من أنه حاول كثيرا he couldn't climb up the tree لم يستطع تسلق الشجرة إن أنا أخير شي مطيكم أه تقسيمات الجملة أه تقسيمات الجملة أه اللي شرحناها أكثر شيء أه عندكم هنا أنا هي شي is crying من فاعل وفعل تكملة الجملة ما لهم علاقة بيها you appear relaxed تبدو أه هادئ هنا متكونة من فاعل بلس فيرب بلس كومبلمنت

الجملة الثانية أو الرابعة ذات كلاون هذا المهرج أو ذاك المهرج مي أدهشني هنا متكونة من subject وفعل ذات هنا تعتبر كفاعل شرحي قبل ذات وذس أسماء الإشارة تعتبر كفاعل بديل عن الفعل لأنه إحنا نعرف من هو الذات فهنا فقط نستخدم الذات فهنا ذات كفاعل subject كلاون فعل astonish me in ال object direct اللي هي من object من فعل astonished me أدهشني that clown العفو هنا أنا ذات الفاعل astonished me فعل وهنا ال object فعل وهنا object وهنا حتى الملاحظة السابقة اللي قلتها الذات هنا نقدر نوخر الكلاون that astonished me لأنه إحنا نعرف من هو هنا أنا they all they all found me they all الجميع found me rather annoying وجدوني أو أو يعني يعني أخذوا عني انطباع بأنه مزعج مزعجة أو مزعج فهنا they هنا subject all found me They all found found in an al in an meal object. We rather uh, annoying in an complement metal object complement metal object. In an el s c s, yan mat subject. You appear relaxed, relaxed, el taba -you. you appear relaxed. انت تبدو مرتاح فهنا أنا الاس هاي هنا أنا ما انتبهت لها الاس يعني subject الاو سي او يعني هنا تكملت الاوبجكت مو تكملت السبجكت I must teach you something I must teach you something فهنا أنا عدكم أه... هنا أنا عدكم آه I must أه... I must أنا فاعل must فعل teach <hesitation> uh, Sorry I must teach I must teach you هنا إن أنا <hesitation> teach هنا جاية كفعل indirect I must teach you <hesitation> uh, تكملة أو مفعول به <hesitation> uh, you <hesitation> uh, something هنا something. إن أنا ال you I must teach you something هنا إن أنا uh, object indirect. object, indirect. we outcome object, direct, or our moral object, indirect, object, direct. i must teach you something. inane يقول please leave your pets outside. rajan, turko, elretat, echarujan. vihinane, please. تعتبر adverb. Leave in an adverb in an a uh, jayak file. Sorry, please leave in an a truck fail Your pets in an a be direct. Your pets muff all be direct. We're outside adverb. So at this point, I'll follow you and say goodbye.